أهلا بكم. تمكنت القوات الحكومية مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف من السيطرة على مناطق جديدة بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي. وبحسب مصادر عسكرية فإن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من السيطرة على مواقع شطيب بعد أن كانت قيادة الجيش قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على عدة مواقع منها مثلث الجوف خلف البقع ومنطقة مندبة التابعة لمديرية باقم. صعدة التي تعد معقل الميليشيا ومقر سلطتها الحقيقية أصبحت منذ أشهر ساحة لمواجهات كبيرة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبين الميليشيا التي تتراجع في عدد من المحاور على هذه الجبهة. وبعيدا عن الإنجازات العسكرية التي تحققها قوات الشرعية في صعدة، فإن دلالات المعركة تكتسب أهميتها من كون المحافظة تعد المعقل التاريخي لميليشيا الحوثي ومنطلق عملياتها العسكرية وتلقيها خسائر متوالية منذ أشهر فيها يشير إلى حالة من التراجع العام الذي باتت تعيشه جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع في الوقت الراهن. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوفنا عن آخر تطورات الجبهة في صعدة وأثر هذه التطورات على مسار المواجهة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. التقدم في صعدة معقل الميليشيا ليس أمرا سهلا، لكنه أصبح ممكنا وواقعا على الأرض. فمنذ أشهر أعلن الجيش الوطني عن فتح جبهة جديدة انطلاقا من الحدود اليمنية السعودية باتجاه مدينة صعدة، والواضح حتى الآن أن هذه الجبهة تسير بثبات وتتوغل في عمق سيطرة الميليشيا. محافظ محافظة صعدة قال في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة العطفين وبئر السلام وما يجاورهما من قرى ومناطق نائية إثر مواجهات عنيفة سقط فيها أكثر من 40 قتيلا من الميليشيا، بالإضافة إلى سيطرة الجيش على مخازن أسلحة تضم صواريخ حرارية إيرانية وأخرى روسية الصنع، لتصبح طلائع الجيش على بعد 40 كيلو مترا من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة. تأخذ معركة صعدة العديد من الاعتبارات المهمة، فعلاوة على أنها كسر لعظم الميليشيا في معقلهم الفكري والعسكري، فهي أيضا تؤمن لمنطقة عازلة في الحدود السعودية داخل العمق اليمني. وحتما سيكون لنتائج هذه المعركة أثر كبير على المواجهات في باقي الجبهات، وقد بدا واضحا تركيز الميليشيا دعمها بالأفراد لجبهة صعدة. محللون يرون أن هذا التقدم سيسهم بشكل كبير في خلاص السكان في المحافظة التي حولها الإنقلابيون إلى معتقل كبير للأهالي. نبدأ النقاش من صعدة مع محافظ المحافظة هادي طرشان، أهلا بك. مرحبا بك أخي. سيادة المحافظ، في البداية لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل عن آخر التطورات في جبهات صعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك وقناتكم الكريمة. بالنسبة لما يحدث في صعدة، فصعدة مثل مثل بقية المحافظات اليمنية ترفض وتلفظ الميليشيات الإجرامية الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا. نحن في تقدم بفضل الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في جبهة البقع التي كما ذكر التقرير أن هناك الحمد لله السيطرة على بئر السلامي والعطفين، بداية العطفين، وهناك أيضا جبال العليب أغلبها الآن تحت السيطرة، وكذلك أيضا الخشبة. وإن شاء الله سيكون التقدم هو مسار العمليات القادمة بإذن الله، لأن التقدم في استمرار والميليشيا واضح عليها الضعف وواضح عليها سواء من الجانب البشري أو من الجانب المعنوي ضعف الظاهر في الجبهات التي تواجه قواتنا المسلحة والمقاومة الوطنية. طيب سيادة المحافظ، ما أهمية المواقع التي تمت السيطرة عليها من قوات الجيش والمقاومة خلال المعارك الأخيرة؟ لا شك أن الأهمية كبيرة جدا، لأنها تمشيط لهذه المناطق، يعني تأمين خط البقع الذي يربط الجوف بمحافظة صعدة، المثلث الذي يربط البقع والجوف بمحافظة صعدة، وأيضا تأمين للمنفذ الحدودي، المنفذ الدولي بين صعدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
فهذه المنطقة استراتيجية جدا، والاستيلاء على هذه المناطق التي ذكرت التي هي العليب، العطفين، دية العطفين، دير السلامي، هذه تؤمن المنفذ وتؤمن البقع وسوق البقع، وأيضا تؤمن اللواء 101 الذي كان تحت سيطرة الميليشيات سابقا. طيب سيادة المحافظ، لك تصريح نشرته وسائل الإعلام تتحدث عن أن مسألة حسم المعركة في صعدة لن تتعدى عدة أيام، والمسألة هي مسألة وقت، على ماذا استندت من معطيات وصرحت بهذا التصريح؟ نعم، إذا توفرت الإمكانات الكافية فهي مسألة أيام فعلا، لأننا من خلال المعارك الأخيرة مع ميليشيات الحوثي وعفاش في المواجهات الأخيرة تبين لنا أن هناك انهيار في المعنويات وانهيار في أيضا القوة البشرية وضعف كبير جدا، وأصبحوا يدافعوا فقط، وإذا كانت هناك إمكانات تتمكن منها قواتنا المسلحة والمقاومة فإنها أيام ونسيطر على المحافظة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمكانيات المطلوبة صعدة. الإمكانيات المطلوبة هل إمكانيات بشرية أم معدات أم يعني الإمكانيات طرحت على أخواننا في التحالف العربي وقوات وأيضا الشرعية، هم يعرفوا ما هي الإمكانات التي نحتاجها، ولا نريد أن نفصل حتى لا نعطي العدو صورة عما نحن نحتاجه في معاركنا معه. طيب أيضا تصريح لك نشر وتحدثت فيه عن ضبط مخازن أسلحة إيرانية، ما نوع هذه الأسلحة التي عثرتم عليها؟ الأسلحة هي متنوعة جدا كثيرة، منها ألغام غير التي تم استخراجها، ومنها أيضا عدة أسلحة متنوعة، منها صواريخ حرارية التي يجلبها العدو عن طريق الحليف والموجه للحوثي إيران، وهذه الصواريخ حرارية هي روسية الصنع لكن طريقها يأتي عن طريق إيران. طيب الهجمات العسكرية التي تشنها الميليشيا على حدود المملكة العربية السعودية ما زالت مستمرة، رغم أنه كان من هدف معركة جبهات صعدة وقف هذا الخطر ربما، وكان هدف رئيسي للعملية العسكرية في صعدة، كيف يمكن تفسير الأمر سيادة المحافظ؟ أخي العزيز، لن تتوقف العمليات على الحدود بسهولة، لأن الحدود أكثر من بالتحديد 401 كيلومتر، الحدود ما بين صعدة وشقائنا في المملكة العربية السعودية. صعدة يجايرها 3 مناطق كبيرة، جازان وعسير ونجران، 3 إمارات تجاور محافظة صعدة، وهي حدود طويلة ومتشعبة، والتأمين لها ليس بالأمر السهل، لكن إذا سقطت الميليشيا في محافظة صعدة فتأمين الحدود لا شك أنه من يعني واجبنا إنساني وأخوي، وواجب أيضا الجوار وما تمليه علينا المعاهدات الدولية في ما بين الدول في هذا الجانب، أن نؤمن الحدود كما نؤمن محافظة صعدة إن شاء الله. بعد أشهر من بدء العمليات العسكرية في صعدة، أنت تصرح لنا الآن على الهواء مباشرة وتقول أن معنويات الانقلابين في صعدة منهارة وضعيفة، لكن هناك من يرى بأن العمليات العسكرية تسير في جبهات صعدة بأنها بطيئة ربما، هل كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل ما زالت الميليشيا تحتفظ بقوة كبيرة؟ أين يكمن السر؟ لا، لو تلاحظ أخي أنه الحوثي كان قد تمدد إلى أن وصل إلى المعاشيق إلى عدن، وأخذ أغلب المحافظات بعد الجنوبية، بعدما أخذ أغلب المحافظات في الجانب الشمالي، فلا غرابة أن تكون قوته، ويعتبر أن صعدة هي مركز مقدس وهي مسقط رأس الحوثي زعيم الحركة الحوثية، ويعتبرها أنها يعني الخلفية اسمها غرفة النوم، أو نقول مثلا الحديقة الخلفية له، يعتبر أنها المكان المقدس، فكيف لا تظن أن المعارك في صعدة يعني بسيطة؟ الحوثي يرى أن هذا هو آخر معقل له، هذه آخر معاركه أن يسقط في صعدة، لكن مع ذلك التقدم مستمر
وتتحرر كل يوم أو كل ساعة أرض جديدة في محافظة صعدة وإخراجها من تحت أقدام الميليشيا الإجرامية وسيطرة الميليشيا الإجرامية على مناطق على هذه المناطق. فالمسألة صحيح. يعني الحوثي يرمي بآخر سهم من كمانته في مواجهته للقوات المسلحة والقوى الوطنية. عسكريا واستراتيجيا، عندما بدأ التحليل لمعارك صعدة البعض من الخبراء العسكريين ربما قال أن هدف الشرعية وفق تصريحات قادة عسكريين من فتح جبهات في صعدة أنه سحب الميليشيا من جبهات أخرى في باقي المدن اليمنية ونقلهم ودفعهم إلى العودة إلى صعدة حتى يتم التأثير على باقي الجبهات في اليمن، يعني لكن لم يحصل هذا التأثير، ما زالت الجبهات مشتعلة وما زال لهم ربما أيضا كثير من الممانعة ولم تسقط أي جبهات ولم يؤثر ذلك على أي جبهة هم فيها. دعني أخالفك الرأي أخي، بالعكس هناك تأثير سلبي جدا على كل جبهات الحوثي في بقية المناطق غير جبهة صعدة، وهو تأثير إيجابي بالنسبة للقوات المسلحة والمقاومة الوطنية سواء في نهم أو في الحديدة أو في الجوف أو في مارب، كلها تأثرت بقيام مقاومة في داخل صعدة. طيب سؤال أخير لك سيادة المحافظ، كان هناك لواء عسكري بقيادة العميد مهران القباطي كان متواجد ويدير المعارك في جبهة صعدة ومن ثم عاد وشكل تحت مسمى جديد حماية رئاسية وعاد إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل من تأثير تركه انسحاب هذا اللواء على سير المعارك؟ هناك ترتيبات الشرعية لها يعني نظرتها في الترتيبات، لكن أن تؤثر غير صحيح. خرج لواء فعلا اللواء المحضار أو لواء مهران، ولكنه خلفه لواء النخبة ولواء فتح، يعني اثنين ألوية خلفت هذا اللواء، وقد قام بمهمة نشكره عليها وكانت مهمته رائعة جدا وأدى واجبه كما ينبغي، وهو الآن يقوم بواجب آخر في مكان آخر، تبادل أدوار فقط. شكرا جزيلا لك سيادة المحافظ هادي طرشان محافظ صعدة، كنت معنا من صعدة. وينضم إلينا عبر الهاتف من مارب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم، مرحبا سيادة اللواء. إذا تقدم جديد في محور صعدة، ما أهميته في سياق المواجهة بشكل عام مع ميليشيا الحوثي والمخلوق؟ بالتأكيد يعني كل المعارك في كل الجبهات نتائجها موجعة للانقلابيين، ولكن ما يحدث في صعدة له وجعه الخاص، النكاية الخاصة التي تصل إلى قلوب وأفئدة الحوثيين على وجه الخصوص، يعني كونهم يعني يشيعوا للناس أن صعدة معقلهم وأنها عرين الأسد كما يقولون، وهي جحر الثعلب، يعني يثبت الجيش الوطني والمقاومة الوطنية بما لا يدع مجال للشك أن صعدة ليست حاضنة بالمطلق الحوثيين وليست معقل بالمطلق الحوثيين، وأن فيها ممن يرفض الحوثي ودعاوى وسلوكه ونهجه في الحياة ويرفض أيضا خطته لتدمير النسيج الاجتماعي ويرفض نهجها الطائفي السلالي العنصري، ويرفض أن تكون صعدة ميدان لصراعات مذهبية بأجندة وأدوات بأهداف خارج الإطار الجغرافي لليمن. هذه كلها أشياء لم يكن يتوقعها الحوثي، وهي نعتبرها انتصارات لا تقل أهمية عن تطهير باب المندب والسيطرة على المخاء وذباب والعمري والوصول إلى يختل والوصول إلى قرية الزهاري على مقربة من الخوخة، ويعني ذات أهمية قصوى هذه العملية لأسباب مادية ومعنوية، ويلعب الجانب المعنوي فيها دورا مهما جدا. سلبيا بالنسبة للحوثيين
وإيجابيا بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أنصار الدولة الشرعية. طيب أن تؤكد على أهمية المواقع التي تم السيطرة عليها والتقدم فيها في جبهة صعدة، لكن هناك البعض اليوم من يرى أن ربما عملية التقدم هي تسير برتم بطيء، ربما لأنه هناك مجموعة من الصعاب والمعوقات التي تحول دون الحسم في صعدة. باعتقادك ووفق ما لديكم من معلومات سيادة اللواء، أين تكمن الصعوبة اليوم في حسم جبهة صعدة؟ يا عزيزي بطيء بطيء، إن شاء الله قيد رمح، إن شاء الله بالأمتار في اليوم. المهم أن القوات الجيش الوطني تتقدم، والمهم أن هناك أرضية اجتماعية للدولة الشرعية، المهم أن الذي يقود العمليات واحد من أعيان ومشايخ صعدة، المهم أن الذين يرفضون النهج الحوثي الآن بدأوا يتكلمون بالبنادق وليس فقط بألسنتهم ولا بالمواقف السياسية. طبعا هناك استماتة من قبل الحوثيين على وجه الخصوص، استماتة فيما يتعلق بصعدة، ولكن هذه الاستماتة لم تجد لها صدى عند الجيش الوطني والمقاومة ولا عند الأهالي. النتيجة المحتمة لعمليات الجيش الوطني هم أنهم يهزمون. لا يحدثني أحد عن حجم الهزيمة ولا مقدار الانتصار، المهم أن هذا انتصار وتلك هزيمة. طيب ونحن نتحدث عن أهداف العملية العسكرية في صعدة، وستتراكم الانتصارات لتكون لتشكل تحول نوعي في الانتصارات في صعدة، وأنا لا أتصور أن هذا اليوم بعيد. طيب سيادة اللواء، نحن نتحدث عن أهداف العملية العسكرية في صعدة، كان من هذه الأهداف سحب الميليشيا إلى صعدة بوصفها مركز سلطتها ومعقلها الرئيسي من أجل تخفيف قوتها في الجبهات الأخرى، لكن لا تزال الميليشيا تحارب في هذه الجبهات بنفس الوتيرة، كيف يمكن تفسير الأمر؟ كل شيء في أوانه، يعني قد تكون لديهم احتياطي استراتيجي موجود في صعدة، مقاتلون بأعداد يروا أنها مناسبة، ولكن التراكم الكمي دائما يؤدي إلى تحول نوعي، عندما تزداد الهزائم وتتراكم ستؤدي إلى هزيمة ساحقة معقة، وهذا قريب. يعني وهذه الحرب دائما محكومة بظروفها، بطبيعة الأرض، بإمكانيات المادية والبشرية للمقاتلين، بالجغرافيا، بالديموغرافيا، الجانب الإنساني البشري في الأرض، هناك عوامل كثيرة لا يراها إلا المقاتل في الميدان. طيب. يعني يمكن أن نكون نحن بعيدين عن المعركة، لا ننظر إلى هذه المسائل، ولكن يراها بشكل جيد من يحمل السلاح وتتكلم بندقيته على الأرض. نحن كإعلام يفترض أن نكون بعيدين عن المعارك ولا علم لنا، لكن أنت سيادة اللواء في دائرة التوجيه المعنوي يفترض أنك مطلع يعني على كل أسرار الجبهات، لكن لا تفصح عنها وسائل الإعلام. ولا يفترض أن أعلن لقناة بلقيس والإعلام كل ما لدي يعني. أكيد أكيد. طيب سيادة اللواء، استسمحك عذر فقط بأن نشرك من الرياض معنا الوزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى عثمان مجلي، أهلا بك. مرحبا. معالي الوزير، بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية في صعدة، هل حققت أهدافها؟ أول مساء الخير، يعني بالنسبة للعمليات التي جارية تجاه محافظة صعدة، سواء من جبهة البقعة أو من جبهة علب، هي يعني بداية معركة، وليست يعني أنها بدأت عملية افتتاحية تماما. تأسيس مواقع الانتقالات إلى مديرية محافظة صعدة، وهي يعني حققت أشياء طيبة وحققت أشياء نعتبرها بدايات جيدة، ونواه الانتقالات كوادر المقاومة والجيش الوطني إلى المحافظة في جميع مديرياتها. طبعا صعدة فيها مخزون من السلاح النوعي الذي تم تجهيزه من سابق، وطبعا صعدة كما تعلمون جميعا انها افرغت العناصر الميليشيا من عام 2011 طبعا عندما سقطت صعدة، رفعت الحكومه والدوله يدها من صعدة من عام 2011 الى اليوم، فسمح في ذلك الوقت للحوثيين باعداد دراسه كامله مع الاجانب سواء الايرانيين او اللبنانيين بتجهيز المحافظه، سواء من ناحية المخازن أو من ناحية التكتيك أو التموضع، ولكن إيمان الجيش الوطني والمقاومة والشرفاء من أبناء محافظة صعدة ومن أبناء اليمن بشكل عام، إيمانهم بقضيتهم وأنه لابد من تطهير المحافظة
من هؤلاء العناصر التي ظلمت وزارت في محافظة صعدة طول فترتها من 2004 إلى اليوم، وتستخدم الجمع والعنف في أجيال محافظتها رغم أنهم ما جهوا كل إباء وشموخ لعدة سنوات، ولكن الظروف التي يعرفها الجميع أدت إلى سهولة المحافظة في فترات الماضية، والآن هم أبطال الجيش اليمني من كل أبناء ومن كل شرائعه ومحافظاته ومن كل محافظاته في ميدان واحدة في خندق واحد للعودة لاستعادة المحافظة. طيب مع الوزير سأعود لك ونتحدث عن السياق الاجتماعي لمعركة صعدة. أعود لضيفي من مأرب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء، أطرح عليك سؤال يتكرر دائما عندما يتم الحديث عن أي تقدم في أي جبهة من الجبهات، هو السؤال حاضر دائما عن سبب توقف تحقيق أي تقدم في باقي الجبهات. الآن هناك خبر تحدث عن تقدم في صعدة، يأتي سؤال ويتكرر عن لماذا الجبهات متوقفة مثلا في صرواح في نهم وهي الجبهات الأقرب للعاصمة صنعاء. للقيادة السياسية والعسكرية خططها التكتيكية والاستراتيجية، والجبهات كلها محكومة بهذه الخطط وبالتعليمات والتوجيهات المستديمة اليومية الأسبوعية الشهرية، وقريبا ستسمعون ما يثلج الصدور إن شاء الله في كل الجبهات. شكرا جزيلا لك لواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا من مأرب. أعود إلى ضيفي من الرياض وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي. معالي الوزير، إذا ما تحدثنا عن الوضع الاجتماعي في محافظة صعدة بعد سنوات من سلطة وسطوة الميليشيا، كيف يبدو موقف المواطنين والقوى الاجتماعية في صعدة من الميليشيا؟ هل من متغير؟ أولا الجميع يعرف أسلوب هذا الميليشيا الإنقلابية الجذر الغاشم الذي ينطلق من عنصرية وفئوية مجهودة. يعني الجانب الاجتماعي في محافظة صعدة قد يكون من نفسيا الآن ومعنويا من أفضل المناطق في الجمهورية بشكل كامل، لأنهم قد ذاقوا الولايات الغذر وهم منتظرين فقط قرب الجبهات من الحواضن الاجتماعية، وسوف ينهض أبناء المحافظة، وأنا متأكد من هذا الكلام سواء عبر مشايخها الذين ضحوا قدر غالي ونفيس في مواجهة هذا الظلم، وهم في شوق للانتفاضة على هذه العناصر الإنقلابية، وسنرى منهم إن شاء الله كل خير وفي عمل خير إن شاء الله، وندعوهم إلى الصبر وإلى التجهز والاستعداد الاشتراك مع أخوانهم سواء في الجبهات أو التحرك في الداخل، ونحن لا نلومهم في هذا المرحلة بالنسبة لمن هو داخل. هذا يقود إلى سؤال حول التنسيق والتواصل مع القيادات ومشايخ القبائل وأفراد والمواطنين في محافظة صعدة، هل من تنسيق وتواصل لكم، وإلى أي حد هناك تعويل من قبلكم على موقفهم ربما في دعم العملية العسكرية في صعدة؟ هم الآن يسمعون دوري المدافع في الجبهات وسيسمعون ما هو أكثر، وعندما تتوسع الرقعة تمكن الأحرار من الانضمام مباشرة من غديان وشهور محافظة صعدة إلى الجبهات، وستتحرر إن شاء الله يعني المحافظة بفضل جهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبفضل دعم أشقائنا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والأشقاء في الإمارات وغيرها من الدول المشاركة في التحالف. نحن نعتبرها فرصة لتحرير المحافظة التي نبت فيها هذا السرطان والذي لا يمكن أن تشفى اليمن مهما فعلت فيها قبل، أو حاسبة يعني الجزيرة العربية والوطن العربي إلا بتطهير محافظة صعدة. طيب، ما بين تعدد المسميات لمحافظة صعدة كمعقل تاريخي ومركز ربما مقدس لميليشيا الحوثي، ويعني تحديدا في صعدة كعمليات عسكرية وقيادة لهذه العمليات العسكرية والعاصمة صنعاء هي تحت سيطرتهم، هل صعدة هي مركز العمليات العسكرية ومركز القيادة بالنسبة للحوثيين ويتواجد فيها القادة العسكرية وفق المعلومات المتوفرة لديكم، أم ربما أنه قد يكون لهم انتشار في أكثر من منطقة وصعدة ليست إلا رمزية فقط لميليشيا الحوثي ويتم استدراج والتركيز قوة الجيش الوطني واستنفاذ ربما استنزافها في هذه المنطقة؟
بالنسبة لمحافظة صدى، هي فعلا تعد المدار الرئيسي للإعداد والتدريب لعناصر الميليشيات، لكن كنا على ثقة ويقين أن 70% إلى 80% من العناصر التي بدأ بها ودربها طوال 5 6 سنوات الحوثي أصبحت في الفعل الماضي وفي خبر كان في أثناء الحرب في السنتين هذه، ولم يعد يقاتل إلا بعناصر يعني يحتفظين بعدد من أجل محافظة صعدة، عدد من هذه العناصر المدربة سواء الذي مر تدريبها في لبنان أو بعض المدربين من لبنان أو إلى صعدة أو الذي أخذوا دورات في إيران وفي سوريا، ولكن أصبح عددهم قليل، والآن هم يحشدوا من كل مكان مقاتلين غير أهلين أخذوا دورات في صعدة وفي غير صعدة، دورات تزيد عن 15 إلى 20 يوم إلى شهر بالكثير، ويزيد جبهم في المعارك كما تعلمون، والوضع يعني أحسن بكثير من سابق. إن شاء الله ستتحقق انتصارات والنصر من عند الله، ولكن أمل لا كبير، والمعطيات التي نلاحظها على الأرض طيبة جدا، وإعدادات الحالية وما يتم إعداده المحافظة الصعدة هذه ليست إلا البداية، وستسمعون في الفترات القادمة إن شاء الله أنباء وأخبار طيبة سواء من داخل المحافظة أو من طيب مع الوزير حاليا الآن. معالي الوزير، محافظ صعدة في بداية الحديث في هذه الحلقة ربط ربما إمكانية حدوث حسم سريع خلال أيام بتوفر إمكانيات طلبوها من التحالف العربي، ما الذي يمنع حتى الآن الاستجابة لهذه المطالب وتوفير هذه الإمكانيات حتى يتم الحسم بشكل سريع؟ هل من إشكالية معينة؟ مسألة الحسم السريع ليست بهذه الطريقة أو أنها مسألة إمكانية شيء، طبعا الرقعة الجغرافية والتضاريس لها دورها ولا تستطيع أن تتحكم فيها، يعني مسألة أنه هناك حسم سريع خلال أيام أو كذا، هذا الكلام يخضع تكبيرات عسكرية وجغرافية المنطقة وما أمامه من أعداء، يعني تعرف كم للجيش سواء في أنهم. يبدو أننا فقدنا الاتصال. على العموم شكرا جزيلا لك معالي الوزير، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، كنت معنا من الرياض عثمان مجلي، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث هادي طرشان، محافظ محافظة صعدة ورئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدر، كونوا بخير.